اعتز جدا بصداقتي بالنجمه الجميله نبيله عبيد الحقيقه، واحنا برضو بعيدا عن العمل احنا هيجمعنا عمل قريب ان شاء الله. ان شاء الله دي مفاجاه حلوه قوي، اسمح لنا ان احنا ننوه عنه يعني لو هي تسمع. لو قولي يا نبيله، لو تقول لنا يا استاذه نبيله. ينوه طبعا ينوه. قالت خلاص خدت الاذن. يلا هتحكي ذكرياتها الشخصية بشكل متزامن مع مسيرتها الفنية كلها بالكامل. بس عاملين تصور أعتقد عظيم قوي، لأنها تحكي عن الأفلام وظروف الإنتاج والمخرجين اللي تعاونوا معاها والممثلين. عصر الذهب، كواليس رائعة، إحنا اللي هنبقى يعني من حظنا إن نعرفها. ما فيش شك يعني أنا مبسوط بالمشروع. قولي يا بولبول اتفضل. هو شوفي يعني عشان الناس تعرف المسيرة بتاعتي دي والتحول اللي حصل فيها ده ازاي، ده تم وازاي ده حصل والتغير اللي حصل واللقب اللي انا دلوقتي يعني الحمد لله محتفظة بيه طبعا. ازاي انا المسيرة دي كلها ازاي انا عملتها بالتحمل، عملتها بكل حاجة تتخيليها، بالسعادة بعدم السعادة، يعني حياتي انا الشخصيه ما كنتش بتكلم فيها قد حياتي الفنيه والعمليه، وازاي هشتغل ده وازاي هعمل مع ده وازاي ده. وانا كنت بشتغل مع قله قليله من المخرجين، يمكن هم 7 مخرجين يتعدوا على صوابع الايد ونكمل بالايد الثانيه، وكل مخرج اشتغل معاه فيلمين. واسيب وحسين كمال حبيبي الله يرحمه يقول لي وحشتيني قدام الكاميرا، اروح راجعه له فارجع له بشكل ثاني. فده اللي كنت انا بتعامل معاه مع المخرجين كلهم، ما بخرجش ما شدتش على لا اللي حافظني واللي فاهمني، واللي كل مره ارجع لهم بشكل مختلف بشكل مختلف. ازاي بقى هنشوف ده كله ازاي، ده باللي دار بقى واللي حصل واختيار الموضوعات والحاجات اللي مرينا بيها والحاجات الحلوه والحاجات الغير حلوه ولكن لازم الناس تعرف انا ازاي قضيت المسيره دي وعملت ده لغايه اللحظه اللي انا فيها دلوقتي، حافظت على اللقب بتاعي اللي خدته. طبعا اخترتي عمر زهران ليه يا بلبله؟ لان هو صديقي قوي قوي ويعلم تماما بكل الحاجات اللي انا كنت مذاكرني هو عنها. هو مذاكرني ومهم جدا ان يعني زي ما كان حسين مذاكرني، زي ما كان علي عبد الخالق، زي ما كان مثلا اشرف فهمي فهمي طبعا ده نمبر 1 في المذاكره ده. ايوه فهو ده مذاكرني قوي 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 وحافظ كله، ودايما ندردش في حاجات ونتكلم في حاجات ونعمل الصف بكره. فقلنا ده لابد ان الناس تعرف، ان الناس تشوفه كمان. بالظبط ايوه ده لابد ان احنا نعرضه للناس ونقول للناس بصوا احنا ده عملناه ازاي، بصوا الشغل ده مش داخلين نشتغل ونتكلم في الاجر. اخر واحده كانت تتكلم في الاجر والله، ما انت كنت منتجه كبيره مش فارقانه بقى معاكي اجر ايه. اخر واحده كنت اتكلم في الفلوس واخر واحده تطلب الفلوس، ولكن اطلب المخرج، اطلب الكاتب السيناريو، اطلب تركيبه الفيلم كلها هتبقى ازاي ازاي، لكن الفلوس اخر واحده كنت ما اتكلمش فيها ابدا. أيوة. ابدا. فهو عارف الحاجات دي كلها، فمن حق برضه الناس والجمهور انهم يعرفوا احنا كمان نعرف كل الكواليس الجميله دي. وحضرتك كمان يعني نحب بقى انك تنورينا قريب في استوديو السفير عزيز، ده تبقى يعني حاجه عظيمه يعني يا استاذ. على كل حال انا بحييكي، انا بحييكي، قلبي بيحييكي، انا بحييكي وبحيي الاسئله اللي بتقولها لي، انا بحييكي حبيبه قلبي. شكرا لك. سامحيني لما كنتش قلت من اول البرنامج انا قاعده بقالي شويه. رضوى جميله. لا رضوى دي جميله. اهلا بحضرتك طبعا، دي النواره بتاعتنا يا بلبله. ربنا يخلي حضرتك يا استاذ. انا قاعده مرعوبه زي ما تكون الكاميرا معايا انا. لا يا خبر، عايزينك شويه رعب بلبل، عايزينك شويه رعب عندنا وتقعدي كده مكان عمر ونعمل بقى نفرق. يا ريت. حاضر حبيبي، انت تؤمري امر. شكرا شكرا نجمة مصر الاولى، هذا اللقب. شكرا ليكي نبيله، نورتينا يا بلبله.